السلام ربي يفون اذنونا ويلمان ذوي هنا مرحبا يسون غرا سيرا ونور ابريد انت نمورثا ننس زروي ازك غرم نسنتو تسينا يلدان نسنا ثمازيخثا ان من سني مرشيان اين بدا نسخفو معوان اكيد نغيانا اي بريد انت نمورثي دادي مرارا اوال اضاد اخفيش ازك ثموخراس ازدين نستماتي تنغدي مزاغا نمازرت نغا ايان اثموخريس اللامنا عند انسي ول اضاد اخف البلان ديات مازرت نغا كادي تمحضولا من جاج نمازرثا فيروس ديدي ان غواخت ديدان زكات ميزان برا ولا جاج ان مازيرتا ما كيتدات مازيرتنا غتبدا مريد ان مخرس دخول يسغين ايد البرامج يزدينا سنيدا لا من هذا صوتنا غلحظه ان مازيرت دي مزداغ ان مازيرتنا دي مزداغ ميزان برا دي زدون غرجاج المغرب متى ايد البلان مي لازم اتواوثن اكنا فانا وض اغل ماند لهنا غرسي عريمنا ان مازيرتنا غمينا غولا صغاد ما سدون ان مسنغان جاج نرباع نغواخت اموين ميتونا اثار بيعت ميتونا الدوله الاسلاميه نغتار بيعت ان داعش ما يدي جاني عرمنا غالي قني وضنا ذا مسنغانك سوريا ذا العراق ما يدي جان انا وضغار ثمو خريستي زين سو سديدي ان شيان زيت سنتوتين المزير ذلا مني مزاغ المغرب انسي ولخفا كل اسقسي ثنادي نبجيونا قيد نغيلانا الا قيد نغل الاستاذ محمد السوسي ايان اسال ماذا قل مركز النيلة وسلمت الحرفات وتربي ذو سلمت كتمرات المكناس سي سوسي مرحبا يا سيار مرحبا زربا فاطمه هذا كوي راوادي الا قيد نغل الاستاذ عبد السلام بلاجي ايان اسال ماذا الدراسات الاسلاميه العلوم السياسيه استاذ بلاجي مرحبا يا سيدي السلام ربي في اللوام عليك هذا كوجرا وادي تاذكي نغلي لي الاستاذ محمد احدف ايانا سلماد ان علم الاجرام غد الجرومي سي احدف مرحبا يا سيدي ثاني مثل الله فاطمه هذا زكتي لا من اذا كي نغير لي الاستاذ علي كبيريا الوالي اندات الحال برلماني في الحزب الحركه الشعبيه السي كبيري مرحبا شكرا لك فاطمه اداه المغان سفال اول كوجرا واد خفت نقيطا دي كاتين يا ولا بدا نسي ورضا خفت مخريست ونياي اسفن يوين الارواح نشيان زكي مصداغ قسم راضين نسي تفاسيث السياسه فاسيث انقر المغرب الحاصله غد ان غميسي مزورنا مس يوض الحساب 200 ويار ان 30 ايج رقت قتيني نغميس نياضن مسيغي اديا الحسابات اقول ياي اسفن سومثاك ثمرات نقول مي مسلم سيفتاد لان سثور الرحم في كل اوسي مثن اقول ياي اوامان نزار دي السفن كشيان زيت مراضي مازرتنا اذن سولان عايد انسي ول اخ ميدي جان الاسباب ويادة مقال المبوثاتية ربي ولكن لان الاسباب ايضا انسولان عايد قويرا وديدان اغل الموضوع هذا ذات انما غادو قارت نقيتنا يا ولا بدادو شغوالي نجيونينو سي محمد سوسين سن مس انزار الخيري وتنكت مازرتنا يوجد المبوثن شيان زكي مصداق دوياد يعني يوجد جوم يراز اكسوات يعني راينو الكنيوني استاذ سوسي شكرا شمتشارغا استاذ فاطمه أن يين تغي نسوكاسا دور جينكين وعرني ثميزارين هذا يرحم ربي ونا يموت هذا يعاون ربي ونا ذي قمان يهما ياخ بزاف انني انه يخف زارت الحال لانه الرساله التوجيه الملكي الناس انني المصالح كل تقوم سني راجرون ادعاون تمدن ادفغن تمرن ننصار الموت كذا ادي عاون ربي مدنو صافي مدن تصبر ان جاي هاتين وين ربي يا نعم شكرا استاذ بلاجي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم نترحم في الشهداء ونزار الجنوب نشكو الحمد لله ونزارد ولدي وشكي تقريبا كران 50 سنه ولدي وشكي زود نزارد في اللاس نترحم انضر بربي تنيك الشهداء انضر بربي اي تشكا ان شاء الله ننفع غنزار هاد يتمازيرت ان شاء الله يتروانسن كل شيء من الجنوب ان شاء الله. نعم استاذ حذف. مثلا رحم ربي غير كاينينش الملاحظه في خفويا سكسا غزدات يخسانيسين لاك المناهج من تكوين المهندسين المغاربه لا خف البنيه التحتيه غير مستقبلا كتمازيرت النخ يخص دائما تيلي غير نخش الحقيقه علميه ان الا جن تغيير مناخي ان انظار استثنائي ماشي طبيعي خميل لا استثنائي ماشي طبيعي يخصص بنيات تحتيه استثنائيه ماشي طبيعيه كحما على الاقل 15 الخساره ديال الارواح اتيلي للدروس. نعم استاذ كبير كي لسا دارين وياسيات تيميزارنا يسن يعني ينوزيرنا كان يا 24 ساعه السيد الدخسي الناحيه الرشيديه ميدلت بطبيعه الحال
النخ قوانسام مكجران الحمد لله قلنا واحد شال الباس اخاتار وريلي بطبيعه الحال نجيني سافن البراج الحسن الداخل تبارك الله توجمت 70 مليون متر مكعب البراج المنصور الذهبي كوارزازات الله يفيض يعمر هولت واخا لنا شويه الخسارات الارواح تستريمو لنا نادي رحم يعني الشهداء الفيضانات الشهداء ديان بطبيعه الحال لا وين يموت نجي ناحية الاطلس ولا جنوب الشرقي ولا وين يموت نجي ناحية نقول ميم السماره ولكن ناياد بطبيعه الحال داغي في داغي في تطرح هي السؤال السياسه السدود ديال المغرب الحمد لله السياسه ينجحن السياسه تخيات الحسن الثاني ترحم ربي استمر ديس محمد السادس هذا سيطور ربي العمر ويرزقها الصحة إخصاء أن نفكر أن نبنو السدو ديالنا من جديد سد نغريس سد توزاكين يعني سد القدوسات الحمد لله حتى يبدو يسقوا سايل لا الميزانية يعني خصها توكين شيئا للرايه السعي الكبيرين السدو ان شاء الله نعيد السدو دور جينا حيا نقول ميم دوينا هات الناحيه الناتي نتفلح حتى يتيان يعني كي اختي خلال الوالي جينا حيا نعم سلمسي بتاد الامكانيات ديالنا تبارك الله سلمسي بتاد السعي الكبير الى السمغار سد سوري في تاكسواتنا هي صاحب الجلاله محمد وسطيس يعني كعالم ديوي الديوان الداني السوتر يعني توكين كل الاجراءات نتي زمار الصغايا فذي تسعوني مدن الناي تضران هذا السوتر الرحم في كل مدن هذا عاد نعيد غير الموضوع النغ انت انسي ورضا خبط استراتيجي ثلا من جاج المغرب اسلم سيفت للبرنامج الحضار مترزم الوزراء السياسه نجاج حضار خف غادي ناوي تقرير غانتفور ذمتنا سعيد محمد مريد نوس لدينا يقول لتجان ترباني غواني تميزر رمضان ليبري لخدم سيد الرئيم قرن صاحب الجلالة قليل نخ محمد وستس ربا تنصر ستوش ليس بداية تربان حذر تورين يوم ظن ردغيك ستان مدينة خثار مزيرت كتيز وري سن تمزين نضال بيضا نكتسبل ليتخن توري دات موان توض غرفاس الرباط طنجا قدير مراكش مردي زيدك الصاحة البلون نموري تبدان دات نخول لنواع المخيضرت تورين حذر توقيغب سيد تغمر في نيتوغنا ينسو الوزارة لمرينسو مشات ربع يضنين لتجان غير سنة الولات يمش نتوجن تيضا تربع مرد تفت مزيرت نخد بدات نكل ما يدي سديدي لمان لهنانة مزيرت أكين مزدغ مزيرت تيضا براس لمان يغين تيضا تربع دين تنا غير سنة اللان سوس درف مشي دا أدي جروشا الوزير لوم الرئيسون مزيرت سيد محمد حصاد يكي يسولي من جسر النواب المزيرت تربع نحذر إنما ستوجن تيبري لخدم سيد الرأي مقرن ويلنغ مرد وحضوني مزدغ ديت برا أكين سلمان نيخصنا ديالي كل ثمراضين مزيرت لمن يتغارن يخاثرن القرار ديال جلالة الملك لإنشاء هذه المجموعات اللي اسمها جلالة الملك حضار هي أساساً لطمأنة المواطنين ماشي كاين شي خطر معين هي لطمأنة المواطنين على أن هناك قوات موجودة في أماكن الحساسة واللي يمكن لها الدخل إذا كان بعض المسائل اللي هي ماشي عادية فهي كتكون منتشرة عبر التراب الوطني في ستة مدن في المرحلة الأولى وكتكون قريبة من الأماكن اللي هي حساسة ما اللي كيكون فيها موجودين الناس كتار ولا اللي هي حساسة بالنسبة للاقتصاد الوطني يمشي نتبورس مازالت نغنية ميزار نمضال ستوري الناتية مراديك سيالي المان لهنا توري ناس قران تميزار اندونيت أي تخيض هرتشيان يونس تعلم الوزارة لمر يسون مازيرت الوقت غرطايد ما استفسي وهلين درباني غوغن خشيان تمدينين لمن ويدا غير نادي الدو غير تميزار سوريا العراق ما رد مون تربيعتني غوغن ميتينين داعش هل يتغمين سقسا ما تودرن اللان غريت غان تربع يوسر سلمان يوهلين ثمراضين ثمازيرت لما يدي خصنا ديلي ما رد ديلي ومزدين يركول ثمراضين لملك ثمازيرت ما رد كين امزدغن ثمازيرت لمزدغن ميزار انبرا سلمان لهنا ويار يمشي الناس تيسن مازيرتنا سيدات الحالة عندنا عايدة غرسين بجيو لنا غنسفال السي علي كبيرة وين السن يعني يسقسي لنا غرسين مزداغو السنة دكا كل تيم راضي مازيرتنا في مكتوك البرنامج الحضار ما خلي كيتواك وياد يعني مزداغ وخين بين ليلة شي سديدين تا مازيرتنا الحمد لله تا مازيرتنا تهنا سلم جهود المصالح الامن لا البوليس ولا جدارميه ولا المخزن ولا الوقايه المدنيه ولا رجال السلطه كل شيء تكلم جهود الناس المواطنين كذلك تكلم جهود الناس الا التعاون
الحمد لله المغرب لا يتعيش إلى ما نول هنا كان الجوار ناجي غوافة فلوت. الحمد لله هياد السياسة سيدنا تنصر ربي توجيهات الناس، لا السياسة الخارجية ولا السياسة الداخلية. المغرب بطبيعة الحال إذا هذه زايد يجي الطمأنة المواطنين، يزايد يجي الطمأنة كذلك أن مدن الكنوس برا بطبيعة الحال، حقاش المغرب إذا يتعول غير في الاستثمارات الخارجية بزاف. الاستثمارات الخارجية الحمد لله توضيان المستوى أخطار يسقوا سنتخيم كورة. أين ثنا فرنسا يعني هنشانت ميزار يعني ثنا يمد الناس خراون حضيوات أويات بعيد تسرق غير ما تنغرت ميزارنا. المغرب الوزير الداخلية جاي ينتصرح إن سودي المغرب وريد تحاسب سيت مزيرنا. وفعلا فرنسا تراجع القرار الناس ثنا يا ودي يعني المغرب حقيقة هاتوا ديكس أو ديال المشكل. المغرب بطبيعة الحال ديكس لامان ولهنا الحمد لله لا تسرن مدن لا تدون صيد سواس أين يتكيث لا تفات يعني السواح يجينا مثلا المدان يجي بردان يجي الغابات واللي ما يتمسن دايت تخيدي يعني راس المال خاطر نكون المغرب لا من تيدي يعني كل شيء مشو لي لا من وري لي والو مشو لي لا من بنادم امي ورث لي صحتي بنادم اسرق ورث لي الصح تغرسي لي الفلوس غرسي دريم لي غرس كل ما يدي لان غرسي شي والو لا من نكون هادي يعني راس المال نخ لا من الحمد لله يعني حارس غير في سيدنا يعني الدستور انشاء سيدنا يعني هادي حرص غير في المغرب الداخلي والخارجي سيدنا تنصر ربي إيش التعليمات المسؤولين المغرب الحمد لله دا يتشكال يا الاستثناء قال المحيط تاكل نغيوفا راه ما يدير جروني ليبيا راه ما يدير جروني سوريا راه ما يدير جروني يتميزار ياضني بلا تنسي راه ما يتجروا غاص طرف نواد جارنا راه ما يدير جرون داون الصحراء الحمد لله ولكن خصا يعني اياد وريد تاني نهات نهناها صافيها توريق قيمي والو خصا دائما نحضو الا دائما بنادم ادي هو يبعد تي الامور تخ هي نحضر البرنامج نحضر هاتي قرب ستمازيغت نكوني حاضر ما يداز نتيني حضر حضو حضو اي راير البال هاتي مقربنا محاضره محضو غير شويه ثاني بضر بطبيعه الحال نعم خصا دائما انه يبعد دائما اني لي على بال ان نحافظ غير في الامور النخ لا من النخ نتمازيرت النخ سل حدود النس لا الجنوبيه ولا الصحراء ولا الشماليه ولا الشرقيه نعم. الحمد لله الاجراءات كله يعني سلاوامير سيدنا لا تياجنت ولكن اياد دتني خي مغربين خيون هذه حدوثني لاس نعم خيون اتمازيرت تنخيت ياكل نعم يعني استاذ حدف يعني اياد البرنامج الحضاري داد لقطه تنسوال يعني عدا ينغمسن ايتينين ماس توامسن شيان زيت ربع نغواخت تنكارو توامس الصناطق ثمرات البركان يعني اياد يج نقص المخيطات خفجاج المغرب لا الناس يعني كني ايش الحقيقه خصاتنيني المغرب داخليا شور غير الاوضاع الامنيه السياسيه اللي نجي العدد الميزار هذه الحق تمزور المغرب الراس من اكسواث غير نخل الامن ولكن المغرب يدات يجل المحيط اقليمي شوري غوذا لسق الجبهه الشرقيه لسق الجبهه الجنوبيه وسدنا غول العوامل المتغيرات الاقليميه الجهويه ولكن البرنامج اسم حاضر بمعنى انت يداد كجواب خف شلحش شوث لي ولكن يمكن توقع يمكن لانتيني بلي ان انت برنامج وقائي ذيكس الوقايه اكثر من ذيكس العلاج البرنامج حاضر لا يكا يجل الجواب خفيش الاشكاليه يلا يعني في ميزان دونيس رين النغيفس انت كان التعاون ان الاجهزه الامنيه ونتتوب لان الاحداث من 11 شتنبر امريكا سدد نتيجه لخلل ان الاجهزه الاستخباراتيه اذا برنامج حضار ديك يجن الاشراك ان كل القوى الامنيه كما زرت لان خانت فايج الجهاز غير المعلومه يج الجهاز شور غير اذا كحمان لي بون ان الاجهزه لتقاسم المعلومه دانت سيول لان قالت سيول تخف النموذج نوين امزن قبركان يظلي دادنا غير غيس العوامل يخص انا اعترف فيش الحقيقه بلي ان الا الفشل البرنامج
إعادة إدماج السلفيين لانين الحبس على ديمة القضايا الإرهاب. لقاش كل وجد يفغن عائلة من الأسدين يجل العدد ذيك سن لا يجل الحقيقة غض الإنصاف يجل العدد كان المراجعات يعني سنن باللي أن المصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولكن إلا ذيك سن يجل العدد شال يقيم ذها شيدا يلتحق الجبهة سوريا ضد العراق. إذن ثلا غير الحقيقة فشل نتوبة الإدماج وإعادة الإدماج السلفيين لاني نعم. يعني واحد الذي تكم الأسباب الذي جانا أياد أستاذ حدد نسوه غرس إلا يجيش الحقيقة برنامج حضار لأن الناس يعلي لأن الاقتصاد المزيرة ماشي خاص نكني كل شيء ميزان الدونيث الاقتصاد المزيرة اللي بنخف السلم لا السياحة لا الاستثمارات الخارجية لا كل القطاعات الاقتصادية لا تدو أي ذئيسي للأمن شوري للأمن شوري يعني يقى الصحة الاقتصاد لا تدي أخمن نقول غير الإحصائيات الاقتصاد السلام المعد الاقتصاد السلام الأمريكي خاصش يومين يا في المغرب لا يتيني بلي أن الإشكالية الأمن في المغرب لا تت 4.7 جلميا الناتج الداخلي الخام البي ان بي 4.7 مليار 100 مليار دولار اجان الناتج الداخلي الخام المغرب خميت نصرف فيه مزداغ لنا كا 260 دولار يمزداغ كواس شك كل مواطن لا يتخلص 260 يعني مليون 260 دولار يعني عليه 50000 ريال يواس المغرب اللي يتاكا 18 مليار دولار كوس كواس لضمان الامن السلام. نعم. إذن طبيعي جدا استاذ حدا نسوات غير سنحي طبيعي ان حضار ذا يدو دفاعا في المكاسب اللي نقص مزيان الا نقل المغرب. استاذ عبد السلام بلاجي بلا شك ايد يعني إيه نغمسنا الاخبار من تسلاكوياس بين ذا توماز نعري من مزير النغ قويا دي تخص ناس دي دين غواخت نغض الارهاب يعني يتمو خريسنا ديان توجدي في المجتمع نغض في مصداق المغرب. المغرب تمازيرة النهضة توسان الاستقرار توسان الأمن لهنا لهنا اللي لا تمازيرة النهضة أولا الأمن الروحي الأمن الروحي مهم جدا أشكو غوري اللي الأمن الروحي واللي الأمن العام إلا دارنا الحمد لله الأمن الغذائي إلا دارنا كذلك الأمن الصحي إلا دارنا الأمن العام، الأمن العام إلقى النتيجة الأمن الروحي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي. الإرهاب، التشدد إلا كل تمزار، كل تمزار الدونيس إلا قسن الإرهاب، إلا قسن التشدد، إلا قسن التطرف. التطرف أو التشدد ثاني كان الدرجة الأولى. ولكن ريتيلي غميد كويان يمكن المتشدد ولكن فيه خفنس يغزري تشدد الدرجة اللي تابع الدرجة الثانية اللي تلقى التطرف اللي زرى المجتمع يعني سيان الرؤية والتفولكي نعالج التطرفات اريد يعني اريد تراجع يغتور نعالج اريد تدوس الدرجه الثالثه اللي كان الارهاب. الحمد لله المقاربه تين المغرب مقاربه ان العلاج ان الامن الروحي الامن الغذائي الامن الصحي تلقايات المقاربه مندمجه اشكو المقاربه تين الامن تعدل لابد التيلي ولكن ادور التيلي وحدوت غير مقاربات نيتمون الامن. نعم تمون الامن الامن لابد ان تيلي الامن العام ولكن لابد تيلي المقاربه الامن الروحي الامن الغذائي الامن الصحي الامن العام المقاربه للمغرب تدا وغرسد الحمد لله نتوستان غيلاد العالم كله سنلقى يتمازير لهنا يتمازير الاستقرار تمازير السياحه تمازير الاستثمار الخارجي كل المؤشرات غيلاد سواء المؤشرات السياحه نغد تين الاستثمار نغد تين التبادل الثقافي نغد ارض زرا المغرب
يتمازير تقاتين هنا تين هنا تين الاستقرار يخصا ان ان ندعم غرسد اقيس ان شاء الله يعني هذا يديوين البرنامج الحضاري نيتوكين البرنامج الحضاري ايغا زود عند سي محمد حداف ايغا تكمله ايغا تكمله ايغا ين البرنامج استباقي استباقي اشكو لا الا كروال داعش ولا الا غير البركان الا يعني بعض المتشددين التنين راه نسكر غيلاد نسكر غيكاد نسكر كذا غيلاد المقاربه انحدر تلقى المقاربه استباقيه ورانج تماضون ارتمور ولكن استنعالج ورتاد تشكي ورتاد تشكا. نعم استاذ محمد السوسي يعني كيني الراي انك الاستراتيجيه ديال مازيرت نغضغي الامن استعلوذ ما استدا الاستراتيجيه هذا اختاوي غردات خصوصا اللحظه لا من ديال المكتسب لا من نغضغي دجاج المغرب. نعم تما فاطمه يمكن الاساتذه قبلي هو انه اتفهم كاين انه تيكل تم زوروت المغرب اريد اريك تقيت ايات المسافين كراس ديال وهل داس نتسلى نكون سول مزيه اللي نخاطر اللي كذا هو نكوني ونياكم نكوني الا غور نغفل شي الامن ان غتوري الدور المنطق نات لهنا الوقت وتجيت هنا الوقت دات تهنا غير باش هذاك يبين كان الحاجه اثنين المغرب يفهم يدخل يدخل الفكره تيرد انه ريت ترجع الامور ارض ظهرنت شحال هي قلت لي تعتقل من الدنيا 2010 2009 قانون الارهاب ديت التعارض من لواه الارهاب ما قال لي تعتقل من فابور تعتقل تسكر فاس كل بارئين الى اخره سكرني الطواخ تختارت بزاف الفاعلين معناه البلاد ما زرت ارتنين بانه ود ابرياء اما يدي ظهر ماتينا الاستاذ احداف هو انه من بعد فهمنا بانه فعلا يتسات قلنا نتهم الدوله بانه قال الارهاب نتهم الاحداث الارهاب فعلا هاد متهمين والدليل انه كملنا بريد نزن عين داعش عين كذا معنى اخر ان المغرب يخصه يدو الاستراتيجيه فهمتي الاستباق غادي يسكر الهبه الدوله غادي يسن كل يعني المواطنين الافراد الجماعات بانه يسل الدوله ماشي فقط هي القضيه الارهاب او الاجرام كل الاجرام اليومي نيكا جزء معنا اي ان معنا يا الحاج اللي كل تميزاري اللي كل جماعات كل اللي جماعه البشر الى الاجرام يعني الهيبه الدوله دات تظهر فعلا بانه يمكن نعول خف الدوله الضغ يخص الدوله انت تيري تطبق القانون انت تيري اي سيد القانون تيري اي حل المشاكل اللي مدن انت تيري يمارس نود أو العون في قرايلي ضد النفغ في القانون انت تمشي ولا ما يسكر كاكرا ينكر انت يعين ياسي الحق السوفوسنس لا الدوله اي راي اي مارسن او داينا العنف انت تاودي اي اي دير اي راه يسجن انت تاودي يطبق القانون خف مدن حقا يخصيلي العدل يخصيلي الاخر بالتالي انه الفكره اللي كان مهمه غير يمكن هو نركز خف ما غليك تنطرب مدن خف القيم الاخلاقيه والانسانيه ولاني في التالي تدون ارتكان ضد القيم نعم يعني الا المشكل النظام نكون التربوي الا المشكل الثقافه الدينيه الا المشكل او الثقافه المجتمع حتى اودي باسم الدين تيم تدون بنار تنين سنين ولون دات غمس فلتي بنادم الجامع الفقيه الجامع غادي يمدني راس فوق هذا التنين اوليا التطرف اولي وري استظهرنا فعلا ان الاستاذ اسيد لك الامن الروحي ما 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 تناقشت من تناقشت انت انك انت غرت له الحقيقه انت يدي فهم انت يدي سن ما التيني الوقت اش قاك ديال الوليد اذا المقاربه للمغرب هي مقاربه مهمه ولكن خصها تخدم ايضا تخدم المقاربه ذات غير جزء لان المقاربه للامن اختزاليه ذات غير ذات تبدا تعالج المشكل اللي غار خصها نكسى زور المشكل خصها يعني نبدو سي زوران نبدو سي الثقافه نبدو سي المدرسه نبدو سي الجوامع سي المجال الديني سي كل اين يعني يعزز
السلم د الامن د الانسجام ديال المدن. دويا ديال جوج ديال الدنيا. الملاحظه خاصك حمور وتدوها ولا تنتو في برنامج حضار. ياسين مزدا غادي يسينن بلي ان ماشي خاصنا نكني وحده خك في ميزان الدنيا غير ميلا برنامج حضر. نعم. يعني ممارسه عاديه في ميزان الدنيا بالعكس نكني نعطر شويه اللي قال البرنامج اما انت الابجديات الا نغيرتن تلاك فرنسا تلاك الدول سكندينافيا تلاك كندا امريكا اذا نكني الا غير نخشوها الروطار. الحقيقه في سناس انت غير قال يقول لي البرنامج حضر الا غير سنه القراءات ثم زواروت داخليا لاتينين المعلقين باللي عندنا المتتبعين للشان العام لاتينين باللي عندنا هو برنامج حضر يداد كجواب لتقديم الطمانينه يمزداغ بمعنى شوف خاص هنات ها البرنامج ليلا ولكن البعض السلبيين القراءه التشاؤميه لاتينين باللي عندنا غير سجل مفعول سلبي المتلقي الاجنبي لا المستثمرين القطاع السياحي خاص نتيني ايوا ثلاشة الحاس ماشي انت ثاين خاوت دويات شوري غوذا ايا ذات قاو وزاره الداخليه الخارجيه الفرنسيه قال عم من البلاغه مزوارو ماشي ويسين ولكن كي لاتيني قبل ان الممارسه مثلا برنامج حضر لي لك فرنسا غير الاسم فيجيلونس نكين عليه خاص كوسا ديفاثن قلب الدفاع لا ديفونس باريس قلب المال والاعمال عليه العسكر لا سران لا يحطون المنشات الماليه الحيويه في فرنسا عليه خصنا الطرف لا توريفال شونزيليزي يعني ماشي المغرب كان مزيان وغرشي لا خاصنا نفهم باللي ان ماشي ممارسه ماشي انت ثاين لاقاش داذيلي عند داذيلي لا بالعكس الولايات المتحده المرط المرط خاصو فوق العسكر هكا حماقه يا كان يعني عمل استباق الهبايه ديال عايدو مزدوغ يتحسس لا من هاد لهنا السي علي كبيري نسن بس كيتين ديال الوالي يعني تلاغيش التجربه كثير هذا الامن يستوعب باش نسمسا ساين يري سكواس سكواسنا ديال الكره ديال سكواسنا ديال نيزرين سوغا تاكيد ماسي لا يتجمو تيدخف خففت مازيرتنا البلانيت نغطى استراتيجيه الامن نتكا الحمد لله التقدم ديال المغرب بجميع الميادين لا الاقتصاد ولا الامور الرياضيين ود المسائل الامنيه الا ان تطور خطر بطبيعه الحال بعدا نبداو نسمطو تسمطو التور جينتو شملا من دغيا الحمد لله هات غور يعني تيوتمين ديال المراتب تي خاطرين يسلك الامن الفوجا مكارون يتخرج ناس كواسا يعني الحمايه المقربه الشخصيات الا تخصص يعني نتمطو الميدان تاخ الموتورات والصانع المقوله اذا لا تطور بطبيعه الحال خطر ولكن تطورنا الا دغيا ناخف دا الدوله تحرص غير بطبيعه الحال وهو انه لابد من الحمايه لحقوق الانسان البشر. يعني دغيا الكليات لا المدرسه القياد ديال القنيطره ولا المدارس الامن ولا المدارس الدرك الملكي ولا المراكز التكوين القوات المساعده ولا الوقايه المدنيه. لاتيلين دروس يعني بطبيعه الحال ود بلاد خصا هذه حافظ غير في الامن ولكن نفس الوقت هذه حافظ غير في الحقوق يعني الاساسيه يعني المواطنين بطبيعه الحال والغير في التعدشه امورنا الا الاصلاح العداله هي الورشه خطر يعني الساعه تغي يعني مشيت يامز بنادم غرس الحق غرس سيدي المحامي نص الحراسه النظريه تلاس القانون الناس هي العداد والضمانات تشفانتي مدن بطبيعه الحال هي كل يعني سي صالح للمغرب للمغرب الحمد لله جيش الدوله اللي تحترم حقوق الانسان هان مراكش ان شاء الله انه فلوس كان 25 هذه السنين كانوا جرا وخطر بطبيعه الحال دوني تكون العالم كل المساله حقوق الانسان يعني الامور تخ بطبيعه الحال يعني تشكيليات القناعه غير المسؤولين المغاربه سيدنا تنصر ربي يعني حقوق الانسان يخص اوديون يريد جواز حقوق الانسان نحافظ غير في الامن ولكن نحترم حقوق الانسان بطبيعه الحال نشيخيون يعني الفرصه ادي دافع في خف الناس يثبت البراءه لانه كل ما يدي المتهم بريء الى ان يثبت العكس بطبيعه الحال ولكن الامور الامن تحتاج شويه يعني البنادم يخصها غادي تيلي شويه اللي قضاء
يلي شوي نرد نرى البال تخد دوني تخل وقت نعم تخل يعني نسوتوري مغربين نسوتوري من الدنخ وهو أدجن بزايد المجهود مراد الحمد لله تمازيرة النخ التقيم يث الجزيرة نجيل الأمن نجيل الاطمئنان نجيل الاستقرار لأنه دور داخل مشاكل كل ما التلجيت ودور أخوة فيه كل ما التلجيت ودور أخوة فيه لجيت من أوروبا تغرس المشاكل هون اثني بطبيعة الحال لا ناحية الجنوب الساحل مالي ولا ولا الدول الساحل ولا الجهان الشرق ولا كل ما التلجيت إخصاء مغربين هذه سن يعني الأهمية الأمن سنت الحمد لله وحتى الجمادة سنت الأمن ولكن الناس الستور بطبيعة الحال خيون هذه يعتبر المسألة الأمن مسألة شخصية هذا في حرص هذا حظو الحش الناس يظهرون وريد يمشي لنا خصيد انت دي سعاون هذه سعاون هذه سعاون بعد هذه استقلع مدن وانا وانا يدانا دي تفرشان وبريد يفرغان غد نتطرو في خصات تدير الغرب ريد بطبيعة الحال ماذا سينا الناس وعرم دا تيني انصر أخاك ظالما أو مظلوما وريد مشي ظلم على تنصر مشي واخي مشي ظلم يخصد استع انت بريد هذه تنازل غير في الدور من هذه عايزه بريد الحق مصدوغه مغربي مدني يخصد راه البال يخصد راه البال ان ستوري مغربي لا جلباديه ولا يستمدين بطبيعه الحال هذا رزمنا للنسن رزمني مجان النسن بطبيعه الحال حضون تمازيرة النسن ايه حضون تمازيرة تبدل اللوق ديم حساد نمشي لنا وجه اللي الخطاب النسي محساد ان المغرب تعداد نعم يخصى ان راه البال نزري بسلام أي المرحلة بطبيعة الحال العالم كل لا يركب أن تغر السيع بسلام بلاجي يعني أيد المحيط نقد يوصل المغرب نسن بس أي دوين تهديد نغدس ديدين تغوخت إداد الوقت قوري هنا الحالة كتميزرنا غير جور نسن سومة فير موري هنا الحالة كتمزرت ليبيا فير موري هنا الحالة كتمزرت مالي تغوخت نيلاند غيق كتميزر نسيحل تسيطة فاسيت الصحراء يعني متى تأثير إداد ديال جهاد خف المغرب غيلاد أرتينين الدنيا تمزي العالم صغير المغرب إلا غير المنطقة إلا لانجيس يعني المشاكل قوتن بزاف ولكن المغرب يعني وخاد يشكغ المنطقة اللي شقان بزاف ولكن الحمد لله إلا جيس لهنا ارتينيغ الاساس لهنا للان المغرب الامن الروحي اشكو تيميزار يضنين ورداسن المقومات اللي دارن غير لان كني مدن يضنين ارتينين ران الدوله الاسلاميه نكني الدوله الاسلاميه لا الدستور ران يعني الحاكم كان مسلم نكني لا دارن الحمد لله امير المؤمنين لا دارن المجالس العلميه غير اللي التنين ميد تميزار يضنين رانت سلحق نغض الباطل إلا دارنغ الحمد لله إلا دارنغ الحمد لله القضايا الوطنية إلا قيس يل الإجماع أرتلي يعني النقاش نقر الأحزاب نقر الجمعيات ولكن أرتلي غل الأمور الجزئية أما الأمور اللي كان يعني الجامعة تين تمازيرت الحمد لله إلا قيس ين 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 التعاون إلا قيس ين الإجماع القضية الوطنية المسألة الوحدة الترابية القضية الشأن الديني ميد تميزار يضنين الشأن الديني إلا قيس النزاع كني ودان غير النزاع غير الشأن الديني أشكو إلا غير يفاسن الحمد لله أفوس اللمان إلا دار أمير المؤمنين إلا دار جلالة الملك الفتاوى مدن ثلاث درس الفتاوى هو دار التينيان الفتوى هو دار التينيان الفتوى يضنين ريتلي النزاع ريتلي المشاكل نكني الفتوى ثلاث دار المجلس العلمي الاعلى اللي الرئيس المجلس العلمي الاعلى تيكان جلاله الملك امير المؤمنين اذا يزوران المشاكل اللي لا نغل تيميزار يضنين الحمد لله نكني انت الناقص يخصايا اولا نحافظ في المكتسبات يخصايا زود تنين الاساتذه يعني ارتيليا تعبئه المواطن باش يسن المواطن المكتسبات اللي دار سيلان الامن لهنا اللي دار سيلان يخصها فلاس يحافظ
إذن لابد تيني يتليقظة واليقظات تلا غتميزار يضنين مثلا يندس الولايات المتحدة الأمريكية يندس المطارات ارتفع إما تفاوت تخضرت نغد تصفريض نغد يعني الحمراء يعني تزقغت يعني تلا الدرجات درجات الامن الاستنفار القوات يعني كل حتى نكني غيلاد الحمد لله ان غيلاد يعني نكني لا غير العالم اللي كان عالم امزين لا غير المنطقه دي قيسيلا المشاكل الغليبيات الساحل حتى دارت جارنا الجزائر ارتي لي بعض الادوار موريتانيا ان كنين يت المنطقه الا المنطقه اللي قيسيلا المشاكل ولكن الا دار هنا يخصا التعاون كل شيء المواطنين كل المواطن كل مزداغ المغرب يخصا السن الامن ايقا الوظيفه نسن افلاس يعني حفاظ افلاس يعني التعاون باش هذيك سامون ايتنيني استاذ محمد السوسي يعني كديرين مزاغ معنا داس نيلي كوفوس ديرين ايتني هنا على حذر يسين ما كتجرون كتميزر يعني خصها ديري انا مصواد دي مزاغ مزاغ ور اليوم مصواد ان ير ميد نيلا كتنباط دي مزدوغ مغربي ايد كيتواك حذر ورسين ميد المخفي تواك يعني ور لي يا التواصل ور يا لقيتو مصواد ان ير ننباط دو مزدوغ ور لي نعم يضعف وصلي غير مدن إن غير سندش غير الدولة مدن ماخ لأن البرامج وهذا أتي إلا دار من الشرف أني تخاطر يتقترب تدخل الموضوع مع ناس تشلحيت اسمه زيغت لأنه مدن أني هادو رد فهم يتني تلفازة يتسنت يتساعة مدن رد فهم أدي سواء استعرابت إلى آخر مدن خسادي سين بأن المسألة لمان تنس نيت يعني تنية تسكرن كين مثلا سورة مزيغ الجنوب الشرقي كودان طون البوليزاريو ذاك الجمل تلا ليات الحركيه ديالنا الشبان ذات تكان مثلا العساين كيت والنيوفان قل سقسانت ما يتكيت ما يتهيت ما يقول لك علمني السلطه باش هذا حماني خونزن او دغي الا هو التهديد وربعه اتفق ديال الساعه مسمسات الا لا مانا تهنات نهناك بذات غير 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 اتجرن غادي كان توري لي لا مانا يعني مور تهنا ورني تهتيني تاكو الا لا مانا ما قاري لا ادي لي لا مانا غير لا مانا اردي ظهر ما توري كان اين غير المهم يفهم غير كاين حضر يقاستي باقي يريس ظهري مدن بانه ما قارو اللي كان الحاج كان زعما يعني خطر من الدولتين وين ياو تو نكري وري اللي ما غير تمنعن ان ماشي غير فقط لانه لا غنغ امير المؤمنين يتقال مجهود جبار ديال الجانب الديني لا غنغ مدنيتني ني ردينا امير المؤمنين لا غنغ مدي تفسرن الدين س المنطق انه خصني نادي سن هادي فهمت كذا اي ود خفسه الغداء تزورتي قالك ني انا دخل الا غنغ يفهم انه يتسني في ساعه يفغز دي الدغن التطرف يخصني سين بانه كل المغرب القوه ماشي عند غورني ينوى ولاك ونختلف اني سيني سنختلف نسين بانه اختلافي نجريت اذا غير تمال انت مكمل معنا غور كيان الراي غور كيان انت مكمل اتورني هي يعني اعداون نشر ديك تمزيرت غرس القوانز يدغنا الثقافة يدغنا العلم الاسلام النص الوسطي هذا الاسلام الوسطي اللي خصها تترجم ماشي خصها تنتيني لا وين كي تيني وسطي هنا قال وين مرسني تغير كان الفتوي كي تيني اللي شتي هذاك وطربت يخصها اذا اني غتي زورت يخصها غنرى البال شوي ما يتقرن بدني المدارس يكون انا شنزن الكتب المدرسيه نزن سنرى البال بانه يعني اذا تبدل الوقت ماشي غير يصلح ويا اساس كاتورا انه غير يصلح اساس نقول نحضر على حقاش يخصها الناس يخصها تنمأسس الناس اللي معنا المؤسسات اسكا يمكن ان ندوز هذه الحاجه اثنين ان الدفاع الذاتي ستينيك الامن تاتي على حق لا غور الظاهره هي الساعه ندغي الدانس الساعه سوريا كذا تسول سول رعبه وفي مغمى لي فان ماشي ما غالي كيفاش اللي فان وهو تيبين فشل كما قال الاستاذ مشكورا تفشل القضيه الادماج السلفيين وهذه مساله ولا غير في السؤال بزاف يخصها تنيني تفشل
السياسة الإدماج ما غاليك تفشل ما مشي كان الاراء النغيره لوقت كنا كمجتمع لا نغر وين اللي غير سني تدرانا يتدافع عنا كنا غير الابرياء كان غير ظلمت الدوله داز التنين الدوله كم من التنين غير الظلم لوقت نايت القانون الارهاب داك التنين الدوله غير تقال عنف وصافي ما دغي فهم المدن بانه فعلا تفشل السياسه الاداريه ما كيفاش اللي يفغ ألف على حد معلوماتي يمكن يقول لك 1500 كيفاش اللي يفغ نقول الحدود كيفاش اللي يفغ ما تاولني غير مسؤول لا ما تاولني غير مسؤول يخصني سين ما تاولني غير مسؤول يصغرني لا الضعف يا المطارات النغ يا الحدود النغ كيفاش اتني النرار ما ديش نغيرنيني غير يندمج حريه التنقل وعندهم حريه التجول هذه مفارقه واش عندك شي مبرر قضائي اللي منعي باش ما يخرجش من البلاد نعم يعني سياسيه الحريه لا ما حد شاوري لي موضوع مسطره قضائيه موضوع متابعه ومنع قضائي غير صلح الحق هذه غير صدي الحق هذه فوق غير صلح الحق هذه دو وسا القانون ذا ذي داغول هذه غير ديك المشاكل النظام الاوروبي الا سمحتي يا نفسي وريت القضيه القانون ما خلي اللي يوض القناعه وريت لا المقاربة للقانون اللي يقتنع هذه الدعوة إجنا النيل المسألة للجانب القانون إجنا النيل المسألة للجانب القانون هاتي سني تات النام وليني يتنى الناس للجانب يتنين المسؤوليات هاتي هات الدولاية إخصاد غرشي المعلومات نس إخصاد غرشي للأجهزة المخابرات نتفهم كيف ظاهرة تلاقي أوروبا صحيح شبان أوروبا باسم حقوق الإنسان وحرية تنقل وليني تغي غولر ترقب بلغ ماذا لدينا أن نسولوا عن كلام أول إلا غني المشكل يمكن دي معقد كيفاش وين هاجر اللي في أفغانستان أي سكر الحرب 91 92 93 الحرب الأهلية الجزائر نتني دي مزورة أي وجه الدولة الجزائرية لقنا وين دانا ديك الحرب يعني افغانستان يعني ولي تفغن زغر الخطوره غير غير الخبر السامع انه القوات المسلحه تحصى مثلا المتقاعدين المسرحين كذا مهم يخصه كله ما يستعمل السلاح التسين النسين ما قال المهمات يصدر المشاكل ما غلي انه الجانب النفس والاسال ما تيتاوين رد نقولوا لنا رد كفرس ما زرت نس ما زرت نس ما تيتاوين ان يوضي هذا قال نسخسي فرنسي ولا قمر ويسي ملاحظة لنا فاطمة غاز قبل لك عمان ندسق المحور غير المحور إلا المشكل ثنيس يخسي مزدا غادي يسين ما خلي قلا برنامج حضار حقا الحكومة غير سيج الناطق الرسمي لا يكا الرأي الحكومة حدود معينة ولكن خصا نسينا لو المشروع تعديل القانون المسطرة الجنائية يقدم السيد وزير العدل ذيك سيج المستجد لا يكا الحق النيابة العامة لأول مرة تاريخ المسطرة الجنائية لا يكا الحق النيابة العامة وكيل الملك قال جناح الوكيل العام جلستينا في الجنايات هذه خبر إمزداغ المستجدات بعض الملفات لان طور التحقيق إذن لأول مرة تاريخ القضاء الجنائي المغربي وكيل الملك الوكيل العام غير سن الحق لأن لا غير نخش للخارجات الوكيل العام الدار البيضاء الملف الإرهاب نسيو خرق سرية التحقيق لأن شو غير القاضي شو غير السند القانوني اسمي غي يسيو لذي مزدغ وسا وزارة العدل دات قن المشكل الحقيقة في السناث الناس يعلي الداخل الناس يعلي بلي أن المغرب إيرا ران أرد أورين المغرب لا يجيش تلوحة الاستقرار الامن الديمقراطيه في المنطقه يعني لا جدال فيها المشكل اللي عند المنطقه ان سي علي غير نخرج التسويق سيء اين غير مين يظن كني وسا يعني المؤسسات الدستوريه خمين كني لا نعول شغل سوالخ في البرلمان لا سوالخ في المؤسسات اثنين لان الوظيفه نسنسق المال العام هكا احمد قلني جن التسويق المستوى غير مين يظن كني شوري اللي والو خد تفغن التقارير المنظمات يعني الحقوقيه الاجنبيه خاص تقن كني اذ موريتانيا عندي اذ الجزائر اذا كني كني ماشي خاص حضر لان الا غير المشكله اذ التواصل المجلس الوطني لحقوق الانسان اذ الهجره اذ كل المؤسسات الدستوريه شبه الدستوريه غير مثل الوظائف التسويق المستوى الحقيقي غير مينوض
شو غتقلق نسن؟ نعم. انت معضله الا المشكل التواصل. نعم. لكن سني مرخ شيئا استاذ هذا في كل مجيونينو انت ان موتي سونغريان ريبورتاج يساول يعني خفت وري ويا البرنامج ان حضاره ادوا دور غير سيلان سوماثا كوانسي وانك تعدوني بزاف هذا البرنامج هذا لانسكي ما سيتوس فالك ستاتي مديني ناتيك سواتين هذه سول هذه توكك كل تيم راضي ما زرتنا كادي ليله من لنا ريبورتاج ان سعيد مماد تربيع ثاكي سيلان. السفران طيارة ابن بطوطة طنجة يوسي يضغرني خاثر نكتوغي تربان حذر مردق قبل من لهنا ننجدا سنة تربع أري ديكسيت مخلفا خيو ديكسن ديكسين عسكرين ديانو بوليسي الولاية اللي من طنجة تنما استوخطار مبنى يمون جايت خان تربع إن يروني يبورزن كتوارينسن اللقطي توغي تربع يضنين نقلان سين عسكرين ديان وجد رمي برانة مدينت مدنا الرباعين خذني تكون كونني نكون خاطر بزاف سن استعمل السلاح هذا رارين البال سياد درجة خذرت لا تمشان رتيرين كانوا انسان كانوا صغار معروف بواحد الحساسية ديال الكبيرة بحال الميناء بحال المطارات اللي عندنا في بحال المطار اللي عندنا في طنجة أم الميناء المتوسطي الميناء في مدينة غرخي طنجة الإدارة التخاثرين المؤسسات الصناعية كلها نقاط ناي تحرشن ثير باعينات الهدف الأساسي ولا تدون عيد قنوانسا أرتردان البال سيد درجة خثارت أرت خبر في أي الحش ناي مشي هي ديك المرسان تمدين من طنجة تتوقي تربيع ناي تدون أرتعيد أرتكيد غارني زرين ينجدا شيئاً مرد ذكينا التمازير تدايت برا سلمان اللي هنا وير حلا انت يدغن تربع ذاك يان ذاك الوقت الدغي الامن خصوصا هذا هاد يدغن الوقت دغي كي تخا شوية الحمد لله دانس حساس الامن دانس حساس دانس سير نرى ندوس نرى الامن الا باختو الا الناس كتكتي لاكيس الامن سوا السوق سوا الرحب سواء انك كتلاقي الامن البراجات يفر بالبراجات وزعما كل مسكن كراي راه تيامز تسخير ثم غد الساحان 9 ابريل نتيا السن يوم زروي مزدي سيخطب جلالة المغفور لا محمد الخامس ربي ترحم توغنديست تربع يضين الحذاري تجاني مزداغ لكن ويار سلمان لهنا نستيا السن مزيات نغسي زمان الحمد لله غيرات قلت الوقت هي يغدور ربي دات في الامان وسوي اللي كان صداع وسوي كل شيء مد نور البالي وقالوا نسن كل شيء الحمد لله الحمد لله نتمنى غادي اي قوت نتمنى غادي قوت قدام ان شاء الله بحول الله بالنسبه للامن ونكرها اي عمو يا العدد البلايص العدد البلايص ماشي غير الاخ اغلبيه النقاط اللي كانين غير الرئيسيه حتى بعض الاحيان الشعبيه ولا بعض النقاط كلها بعض النقاط ماشي سولانت سمعتيني يعني مثلا تحسوا بالراحه مزيان لا بالنسبه للديد ولا بالنسبه للنهار كنشوفوا بعض الاماكن اخرى لان ما كاينينش فيهم ما كنجبروش فيهم باش نقدروا حنا نحسوا بالامن ديالنا يعني كنشوفوا غير بحال خلال دابا المدينه الرئيسيه هذه يعني فيها في الوسط ديالها ما كنخافوش دابا والله الا كنخرجوا في الليل وفي كل شيء كنخرجوا ما كنخافوش الحمد لله الله ينصر سيدنا في جميع الحالات فتربعينات لتامن كيامنوا اكثر الجو الامني اللي هو السائد في المغرب لان كما كتعرفوا الدوله المغربيه تخذ الاجراءات الامنيه بواحد الشكل كبير منذ زمان وهذا تربعينات غير زعما تزيدن الحظوظ الامنيه تكون كبيره ووفيره بزاف اي ربوع المملكه ولكن الامور هاديه عاود يمشي لاش الحاشا مثلا قدر الله لتفات المغرب يسوجد الامور نص لا المسائل البشريه ولا المسائل ديال اللوجيستيك احمد يجي غورخ في فرقين نادر بنين سند ادواجن اي خطر ارهابي او شي حاجه اللي خيبه لا قدر الله ارتغمن تربان حذاري وتكتوري بنتي خاثرين نيتوني في مزيرة نخيل فيتنو بدد تربان غوان كل ما يدغين اللي سدي الديل من لهنا مزيرت يتجنى مثلا الزر زيدو يقيم ديكس ويار نويدا ناخ في عول اريكس يقيم لما نمشيها وبرا
هذه سند نعايد استاذ علي كبير يعني وين على الروبورتاج يعني يدير بعد نحذر توقينا كوانسيون نكتيرين شوي اللي عديت ميدان امي سافره والطيارات المرصات ديك سواتين تسنتوتين ديك سواتين يسوغات عروض مسائد كوانسيون نايت مدينه تيم زين حنا جان يعني البرنامج نيا انا موات يعني البرنامج الحضر الفرق الحضر بطبيعه الحال مشينا للسيد وزير الداخليه ديال البرلمان هات لانت 5 من 6 من خاطرين ديال المغرب بطبيعه الحال الين كوانسيون ناج تلا الحركه بزاف ناج تعدوا البشر يعني المطارات المحطات القطارات المحطات الطرقيه دوانسيون يعني ناج لانت الامور استراتيجيا الاقتصاد المغرب الامن المغرب هي الوحدة الحضار تعزيز الترسانة الأمنية يعني الأمن الوظائف النس يعني ذي قديمين بطبيعة الحال هاتي لا يكلف يعني صلمو رياضيين يمشي لنا الإخوان يتدخل نسن بطبيعة الحال هي يعني المسألة الحضار يعني ما رتش طمأنينة يمدن يعني أكثر يعني ديال المفاجأة سي علي كبيري البرنامج الحضر هي يتيك التام زيرو تلانو علو العسكر جاج المديني يعني نوال تلانو علو الدرك نوال تلانو علو الأمن الوطني ولكن يتيك التام زيرو غاس ميدن ولا تاوين بعيد تي الأمور ثلاية تجربة بعدا الدار البيضاء الوحدات العسكر اللي يخدمن الأمن الوطني يعني الوحدات من سنين البلار هي هتلا اللي خدمت بعدا الدار البيضاء يعني وهو هي شان ثلاث سنين هي ميد اربع سنين بطبيعه الحال لان ميدان بطبيعه الحال تعتبر وين الافراد القوات المسلحه الملكيه ديال يعني تقاس شوين التكوين وتقاس شوين التدريب اذا تاثر يعني رجال الامن ويد خداي تدور دغيا الاحياء الشعبيه تدور كل شيء الحضر يعني تجربه جديد يمشي لنا الاساتذه يعني خصها ميدن ولا ستين انشاء يعني هذا هو الامور هذه ما كجران ها العسكري قد غرت مدينين ها شي جراش هذا اللي وقع الحمد لله هذا كله هي الاحتياط يمشي لنا تيني كل يعني يخصا الامور الناس لا تستامن في بلاد الامان هذا تيني مدن خي قديم واخا الا الامان ورتامن بلاد مي خصها دائما هذا يحضر يخفنس المساله الامن يخص بنادم وليد السهزاشا ولد سين يعني الدرجه التاهب غاس يعني زق اللون غدا يغمان الدرجه التاهب الحمد لله الكسر يزري خني خمدنات التاريخ الحمد لله على خير وري اللي ما يدي يتوضن وري اللي ما يدغينا دي ادغفي تعدى اي داي التنين تيوتمين تخلغي لنا الزرين الروبورتاج الحمد لله داك التنين دات فرنسيد دات فرنسواز دات فرنسويه دات الحمد لله المغرب يعني هاد المغربين هاد السن هاتي نودو راه خاطر نيود الحمد لله لاقاش مغربي السن ما كتجرون بالراس ما كتجرون بطبيعه الحال غاس يمشي لنا الاستاذ السوسي بطبيعه الحال يخصا يعني بنادم واخا الا لامان ادي جي خفن سمي وري لي لامان نعم يخصا ادور نتو شمت الشمت هادي خانج الامور لامان داي تخيما بنادم يجاني نات هنا شويه اردي وقع شانو فعري رد شان الحاج سياد نما خفر عويل المد الكل هي دا اللي خصها تفادى المغرب من كل الاحصائيات الحمد لله المغرب غور سياد السياسه استباقيه شحال من يعني المجموعات الدخل الارهابيه اذا تكتشف المغرب كول غاز غاز تبدو من اربعه خمسه المد تمضى شي راه نتصل الى الانترنت اللي نقف اسين تند قبل هذا بدا بدو الكل قلنا مرو تجي الامور تخي يعني هذا وضع ثاني هذا واحد لان المشاكل اللي توقع عليك المغرب وليد غاسي المغرب يعني الخطاب ان نجا المغرب الجمعيه العامه الامم المتحده يعني سبتمبر يزرين يدخل يعني السياسي المنصوري يدخل وزير الاوقاف يدخل اسميلو ها تريد غسل الحمايه للمغرب ها نصبليون يعني شان يا الوسام خاطر السي الحموشي المدير دي ستيغور في المغرب لانه المغرب دا يتحافظ غير في الامن صار يتحافظ غير في الامن نواد جار هاد شحال المشاكل وقرانت هاد وقع في فرنسا المغرب هذا سند ديوين نهيت يعني سكوف قبل هذا ضوضا راه هاد وقع في اسبانيا يا ويا سند الهم قبل سكوف يمشي لنا الاستاذ بلاجي بطبيعه الحال الامن الروحي ورخي المغرب غورسيان والدوله خاطر الحمد لله ها الدول الافريقيه كل ذات طاز تفوز تير انا الفقهاء سند العلماء ندير ادام زن تكوين سي المغرب المغرب الحمد لله غورسيان يعني المذهب وسطي المذهب يعني الاسلام يعني معتدل كاين كاوريا مجموعه السفير المالي السفير الفرنسي وقعت المشاكل المالي
السفير المالي هذاك التيني كون تور نسن شان الاسلام ياضين بلا الاسلام ناخذ الدرس ديال المغرب الاسلام من وين اذا نسن عافا ونعاونا تاخا ان نحتفظ غير في الاسلام ناخذ الدرس ديال المغرب افريقيا كل يعني الاسلام ناطن يوضن يدخفوا في وسط المغرب المالكي ديج اللي ديال المغرب الاقتصاد يقيم يعني يقيم وين بطبيعه هي الرصيد خص يخفى نحتفظ الحمد لله لا من اين ندى التاريخ نكينا ديني خي مدد لنا كل اي مغربيين نعم. هو لا من دور التيني نشا الهم المخزنه هذيا الهم اللي ضراي ديجا الهم نايت البوليس هذيا الكوري كول ما يدير لا واخا انا يخور انا يخوالو يا سيدي هات مشي لا شاه تا كي نوض شي وفا نعم سيدي يعني علاقه هذه الشور كل الشور كل شي حضو حتى ما زرت نشايا هات نعم. هات نعم. مشور مشور دكويه وندير خي حضا يعني ثنيلاس هات يعني ورسين ما يدير جرون يدكوي وني حضتني لاس بطبيعه الحال كون دايت ديال هم الناس دويا جي المواطنه الحمد لله المسؤوليه المواطنه دغيا المغرب المواطنه ما حتى القياس المواطنه وديال الدول الديمقراطيه قياس المواطنه لا في فرنسا ولا في اوروبا وهي الامريكا وهي المواطن دايت تني شال الحاج دا تضرر حتى مازيرت الناس دا تضرر ضد الناس دايت تدون حتى مزيان ودايت تناغد بلاد من رانتي مشوري غير هذه السنه غادي يتخبر ما يدير ما يدير سي يتكلم هي تخيل هي تخيل نروح المواطنه هي اللي خصها غادي سين مد النخ نودي لوخس تطور حتى مازيرت النخايا نستقل الحمد لله شحال من يسقاس هنايا خصها ان نحتفظ غير في لافن مازيرت نحافظ غير في المستقبل نحافظ غير في المال مازيرت بطبيعه الحال هات ولنا غور اللي المال مازيرت نسر غور سي اللي والو يمشي لنا من نيخ يعني اود بنادم لنا غور اللي الصحت اسرق روح سي للصحت ما يتقادس الفلوس ما يتقادس ست الدروين ما يتقادس الفوار ما ترتي تولس فيها ما ولي يصلحش لا من هذه هي الاساس لكل شيء خصها تنحافظ لا من هات لا مانا يفاسني مغربيين كل نعم. سيو خطر نسن راه مزال نسن اي تخيل نسن السدور استاذ حذف يعني الا ينو موتي ايادي زرين كويا الاجرام غد الجروميت قال المغرب ايادي زرين الجروميت غير هي ثكرضا شاين غشان غد يعني الجريمات خلف دغي نوض غريات الجريمه نايم قرشيان الجريمه اللي يستخدم نسكين يظنوا مصاوات التكنولوجيا ثمينوت نوض غريات الجريمه اللي يزرين خلز الحدود غير مازرتنا غير الحدود النميزار انبر يعني اموتيد ما تيدي جان استاذ حاده لا قبل ما تجاوب في السؤال تزيد خما قلنا الاستاذ كبيري لان الا يجي الخلط غريم زاغ روبورتاج لا سوال لاتينين ما خليك برنامج حضر وريوض دغر بعض الاحياء الهامشيه لا وسن كني خصني انيني جن سؤال متى الهدف خمين كان كني برنامج حضر يد يسيت نكا استباقي في العمليات الارهابيه قال حالايا خصها يحضر المنشات الاساسيه المطارات الموانئ ذوين خميس نقاخ في الاجرام ايوا الوقت نخصها دي اللي الاحياء الهامشيه برنامج حضر شوري كي واخا حتى عاد الارهاب استاذ حدا فين الشباب دغي ناس دون غير الجماعات الارهابيه هذا تدون زق الاحياء الهامشيه زق الاحياء مزيان ولو برنامج حضر لانك نكين عليه خق اسبانيا عليه خق فرنسا تيميزار ظنين يعني دايتي لك المؤسسه التسويقيه حيتي لك المناطق الحساسه الماليه التجاريه الرموز نمازرت أمن المآثر السياحية ذوين ولكن ثمازيث النخ برنامج حضر شو ديجي يجتن الإضافة لمحاربة الجريمة بشكل تقليدي الضرب والجرح والسوق العلني والنشل والاختطاف ذوين لا برنامج حضر برنامج لأن إداد كجواب لأن خصنا نلاحظ التقارير الأمنية بأن الوتيرة تفكيك شبكات الإرهابية ثمازيث النخ يدقج المنحة تصاعدي السيمانية ماشي انتثايا ذيكس وطنيين ذيكس الأجانب إذن أياد يقوث بزاف إذن خصنا نجي البرنامج نكين القراءة أنو برنامج دايد الجماعة يعني لان كل تمراضي ما زرتنا مش نسي راسخ فما لساد تلا توام زيش نربيع القنيطرة يومين غد اربع ايام في راس توم ستربيع زياد القبركان يعني هي اللي تموتوا يخفخ في حساب المناطق لا خاص انيسين برنامج حضر شو اللي انت برنامج امني ضيق لمحاربه الجريمه بشكل تقليدي الاحياء الهامشيه انت برنامج غير سجل هدف معين اما برنامج حضر شو خيت كس المسؤوليه في الاجهزه الامنيه تقل الوظائف الاساسيه اليوميه نسق الاحياء الهامشيه نعم حضر أموتي الجريمه تماما لا حضر ذا يحضو شال الحاج الاجهزه الامنيه دات تكمل الخدمه نعم. تك كوياس نعم. كما هو معتاد ذوين نعم.
خاص في السؤال وسائل الجريمه المشكل نس خلط البعد الوطني البعد الدولي كني نقول علم الاجرام لان سوال في الجريمه العابره للقارات لان تيني الجريمه المنظمه خان سوال في التجاره البشر تهريب الاسلحه شبكه التهجير السري يخلطوا ينقر الارهاب ذا تهريب الاسلحه تهريب المخدرات المفارقه ان شعره معاويه ينقر المقدس الديني المحرم شو رقيم بعض الجماعات الارهابيه ام القاعده كبلاد المغرب الاسلامي دوين ذك افغانستان شو خاتفناكج الخراج خزنوا زان المخدرات احمد غن الاسلحه الغايه تبرر الوسيله المشكل اللي نقل المغربي سي والغيف سي داخ سيعلي ان المغرب يدات كيج المحيط اقليمي شوري غوذا الا اتجر النخ غيسنيش الوضعيه شورت غوذا فلا الجماعه المرتزقه فلا تقارير دوليه تؤكد الانخراط نس الارهاب الا تقرير ياباني رسمي تقارير حقوقيه اوروبيه امريكيه لاتيني بلي ان البوليزاريو لا زنوزال الاسلحه لا ثكامد لس يعني الا اجد تقرير ولكن غير مؤكده بلي ان اجل العدد مقرن سك داعش لدان سك البوليزاريو اذا الا اجل المحيط اقليمي شوري غودي مزيان النخ اجر النخ لا ضعفا الا الجماعه ارهابيه الا المشكل قمالي ذا المشاكل الطوارق ران الحكم الذاتي نسن ثلا القضيه مزيان النخ ذاك سوات اذا قويا كول يصعب يثيميزار لا المغرب لا الجزائر لا مالي لا تشاد لا النيجر لا موريتانيا أياد غير الحدود مشتركة آلاف الكيلومترات أنحظو ما قوق عندين حقيقة الحق إلا نواسا أن الأسلحة المخدرات تهريب البشر تمارس يوميا بكل حرية لأن الحدود مقور صعب غير فنخ ما غنعلو إذن المشكل يخسادي لجن تعاون إقليمي دولي بطبيعة الحال لن دائما كني خان تسجل العزوف الجارة تجارة النخ شوختي لي المؤتمرات الإرهاب خات المؤتمر عند خات شوختي لي ديال المغرب أوروبا المغرب غير سيش المصداقية دا نقول خاذي نخ بلي أن تسويق الصورة الحقيقية إلا الاستقرار الأمني كما زيادة النخ شوري غوذا يعني خصنا نعاود النظر للآليات التسويق ولكن اوروبا غير سجل الاقتناع تام باللي ان دات عولخ في المغرب محاربه الجريمه المنظمه الاجرام العابر للقارات تهريب البشر والتجاره في الاسلحه لا سيما محاربه العصابات الاجراميه ام البوليزاريو دوين لان اوروبا خصاتيسين لا وسائل مستقبلا باللي ان البوليزاريو ماشي حركه تحرريه ولكن جريمه ارهابيه غير سجن الدور لي مقور خلخلات الاوضاع الاقليميه هكا احمد دفع في اتجاه الحلول ثلاثة ذ الجزائر. نعم يعني يمثل الوضع الجريمه قال المغرب بسبب التاثير يعني المناضين غادي تجور كل ليادي لا كتميزار ناغيا تجاري سي محمد السوسي غير شان تدخل. إيه نعم. انا يهمني بزاف نسول في البوليزاريو في الواقع البوليزاريو داس يعني التهديد يختلف شويه في التهديد من الحضاره تهديد البوليزاريو هو تهديد ارهابي ولكن الجوهر فيه اللي كاين نيلان قد غوري اللي يونا حيت البوليزاريو داك تعتبر انت بانه قنيني ولكن كورغوس ما تلقى يعني تبين يعني وهي تاريخيا بانه اولا انت غير رد فعل رد فعل باش تيني سور غليغ سور غيغ سور غيغ ما ورث غيغ ما تلقى المشكل اللي كنا خاطر هو العنف المقدس قبل تكمل بعدا سي محمد السوسي بعدا مدنا الناخ في التساؤل تاع ربيعة البوليزاريو المشكل نسن القرار ولي اللي يقفوا تماما 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 اين ولا سنين لا سياده النسي تماما تماما جنرالات الجزائر ولا تكار القرار ولي اللي يقفوا سنسن بطبيعه تمام الحال تمام اما الاستاذ حداف النشينا بطبيعه الحال يعني تشاركني في الامور تخلى العصابات الارهابيه
ان الامور يعني ثابته ثابته. نعم تقارير تؤكد ذلك. لانه كانت تسكر الحرب زعما والسندات تهدد له هذه الحرب دوينا تسعيه ورغور سلي قيمين جان ورغور نيتي تقرر سيما يدي وثار المغرب استاوي الحزام الامني قال الحزام الرملي صافي ما يتقال. اذا ما هي المشكل؟ المشكل لالا فاطمه داسو واش خاذي يسول لا الا اج المشكل كاين القناعه القراءه الشخصيه نو قد الخبره غيري علم الاجرام ذوين يمكن الا جن تخوف غير نخ باللي ان داتي لي اطراف اجنبيه ضالعه في عمليه ارهابيه داخل المغرب التسويق فكره ان المغرب شور ديكس الامن والاستقرار هي زمين قلت لكني القراءه يمكن الحقيقيه صحه 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 السي حداف صحه فعلا غير نغمي كان الخطر الخطر يعني استراتيجي هو العنف المقدس العنف نيتويغان بدافع ديني وهذه مشكلة ماشي غير وين المغرب العالم كله اللي داعش غير صغر رسمي الدم باسم الدين العنف يعني بدافع ديني تدخل بزاف العوامل ايجال عامل يعني اجتماعي انه هو تخدني تقبله انهم عاده ولا الظروف يعني هالشائعه تدون استطرفنا اللي قيس المشكل ايضا ثقافي انثروبولوجي يعني ناس غرس تاريخيا اعتقد بعض المناطق بانهم ضرورين اذا مرشحين هذا الدن اللي دي ايضا بعض المسائل اللي هي نفسيه انسان يعتقد بان المجتمع يظلمت بانه روسي شي حق نز بانه كذا كذا هادشي كله يعني دا التقى يعني يت المادة يت المادة خام ها تمو كريست يتمو كريست يمدنا ديك تنطلق هذا الخطاب السياسي غور راك مازيرت مره دي تتقز وبالتالي ادي لامس فعلا القضايا اللي كان حقيقيه باسم الانتخابات مثلا ونزرعت تغير التاريخ المغربي روسيا بعيد الحال معنا السنوات الالفين ضغط التسعينات كيفاش انه ممكن جماعه ما سياسيه دار اسلوب التحريض بدافع ديني او بدافع سياسي ويؤدي الى ان هذوك الشباب اي المتطرفين محتملين غير الحمد لله الضمانات لا تكتب مازال هذا هو اللي مهم غير الضمانات ولكن خص دائما تندير فعال بس انت فعال هو لا ريغولاريزاسيون يعني دائما نعاود أن أمي رجدي من الدمشي الإعلام من الندوات الجامعات الجامعة مثلا يسول السي أحداف واحد مهمة يتميز أريد نسيو لك الحلول يميز لا أريد غير نعم. يميز بين العنف العنف الإرهاب نعم. العنف الإجرام نعم النظرية زعما في يعني النظرية العنف عنف خصها نعم. تناقش الدولة كعنف لانه ود داخلنا قبل التقرير مثلا اخص داغد لك منو كانوا ود داغد حضون لانه فعلا تيمين في سؤال الاستاذ ارتشكر بعد ذاك الجيل نزاري سؤال الخطاب تيمين غير ذات شعار انت احيانا بانه ورغيز ورغيز يعني ورغيز وحسن سلمان نعم وحسن سلمان هذا المستهزف كتنقطات يعني تمو كريست التطرف الديني دغي كان ينوالي مقر المجتمع استاذ بلاجي يعني ما تيتجان التطرف ضد الارهاب ارتنين العلماء علم الاجتماع ارتنين التطرف ضد الارهاب سبب سيغان تحكرت غير حساب نادم تحكرت اريد تدوس التطرف ثم اريد تدوس الارهاب ولكن كني غير البرنامجات خصايا الوسط دور السويد ميد نعم اشكون الحمد لله تمازيرتنا الحمد لله نعم تمازيرتنا الحمد لله نكني نتساوال في الارهاب ادوري لي المغرب ولكن ولقيسي اللي الحمد لله زريا الاحداث يعني يعني تمزي ودقي كان الاحداث يمقون ذكر الاحداث يعني مقارنه مقارنه العالم كله مجران امريكا مجران ليبيا مجران كله تميزار اذا الحمد لله ولكن اخصايا غنكني غيلاد ثلاثه نغيات الجبهه الداخليه الحمد لله لاباس دارت ودارت حتى كرا لاباس خصها نقوي الجبهه الداخليه
اسف على ما قال تلا دانق الديمقراطيه اشكو تمازيت اللي غرد الديمقراطيه يتقى ين سبب الارهاب تلا التكافل الاجتماعي تلا التنميه الاقتصاديه الحمد لله اشكو حتى الجانب الاجرام الاسكاس اللي غورتي لي الصبايف والكين ارتي لي مثلا تكر دارت لي الجرائم ولكن السنه اللي اسكاس اللي غيتي لي ارتي لي الصبا الحمد لله تنقص نعم. اذا الحمد لله لا دار هي المجموعه الضمانات يخصها ان 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 قيس نزيد الضمانات هاد يعني تلا دار مساله الحقوق ولكن لابد يلي ين يعني التوازن نقر الحقوق الواجبات نعم اشكو يغوري اللي يعني التوازن راه كان مثلا منظمه الحقوق هذا كنا مثلا غواد اقتصاد الدستور تساولت يعني اجيت يسكر ولكن لابد يلي ين التوازن كذلك يعني التوعيه الدينيه مهمه جدا يعني في القضاء على الارهاب قيل مثلا سي والخفا يعني متى الحلول غنيه كنوضه يعني نكس التطرف الديني نكس الافكار نيا انا مويده ديك موتي غس يعني اكنتو على قشه فاطمه تكمل مساله التطرف الديني غير هاد التحليلات اللي سكرنا علماء الاجتماع العالم الاسلامي نعم الجماعات الارهابيه يختارنس ورقين الخريجين المدارس الدينيه كان خريجين مدارس صيدنين وعلى كل حال اما يقى طبيب اما قال مهندس ولكن الحمد لله يعني الحرفات يعني لا درس الاحترام منس ولكن الخريج المعاهد الدينيه درس تيليا ثقافيا الحصانه علميه وردت تجاء يدوس لقاش الدين وديتيني يا سي بلاجي اي وريد الدين الاسلامي هي الدين المسامح ولكن لابد من الحذر اشكو التنين كني تمازيرت نعم غير اللي غتومنت غير جوجل مع نعم خصك لابد تسكرت يعني المجهود يعني حاجه كنتو هذاك استاذ حاضر خاص يشد دقيقه ولا قل كاع لان ضروري جدا غير نخرج يجل الغلط نكني المسلمين شو سير خما بالضروره خن 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 سوى الخطا تطرف امين الا خاص غير المسلمين لكن دا مش الامثله خص ميدنا ذقرانا دي سنين متى المشكله الا التطرف اليمين المسيحي امريكا غير سن ميليشيات مسلحه معترف بها غير سن العسكر سن يعني القوة اليمين المسيحي الأمريكي لا تضاهي قوة في أمريكا غير أبعاد عنصرية ذوين إذن هذا شكل من أشكال تطرف الديني غير نحن كي علم الإسلام خلينا نسوي الخفا لي سكت وسيخيس من سنس اللغة العربية الطوائف مثلا في لا سكت إلا طوكيو ثقا الغاز لو غاز دو ساغ في المترو ثنغا عباد الله إلا لا سكت المعبد الذهبي جنيف نغن يجن 100 عند 200 العدد المشكله يعني ادوات للتكمين انت كتطرف الديني لا سوق امريكا غير تغطيه اعلاميه يمكن تعلم وسائل الاشرطه تقول التاريخ منتصف الثمانينات بلده وايش القريه من وايكو تكساس تهجم غير القوات الفيدراليه العسكر امريكا نغن كل شيء واز قمه التطرف المسيحي شكل من اشكال التطرف حقيقه العوامل التطرف ماشي انت كيف ولكن شكل من الاشكال كيف يعني هذه لا ماشي يعني ماشي خاص غير نخاق لا تطرف التطرف الديني لا عبر التاريخ المشكل الا ما كان غير التطرف راه كنا بزاف استاذ حذاف انتو ان نستغني لي مزداغ مغربيين ميتينين انا عايد نكمل اولنا أولا المغرب يتيسن زيزمان هي البلد تمازيرت الاستقرار تمازيرت الأمن وزيدون غرغ بزاف المخططات بزاف الاستراتيجيات السياحة رانا نوض غير العدد خاطر السياح ولاني أي تخنا يجرون كتميزار نغي دور التهديدات تخل إرهابية أننا غولدان تسمع
اي تخيغول يفرض غير يفرض في الدوله باش انه اتي ين النظام باش تزايد تحمو المواطن ان غاز نكون غير نتزكى نتنواه المبادرات حضرنا دي تيلي وبوليسي دي عسكرين تدور باش تزايد نتحرص في السلامه للمواطن. العمليه ديال الحضاري هي العمليه حلاتيها عمليه استباقيه هي المغرب على حقاش التي تستهدف التخاتارين غير في الامن المغرب وخد المغرب زعما الحمد لله الا ديك الاستقرار ورسيت اني عمل الاستقرار ولاني ضروري حساسه ديال سياسه الاجراءات اي دغدات نتني اون جينيرال هي المواقع الحساسه مثل الموانئ المطارات المواقع السياحيه أمي مشينا نسندغي المغرب نتا دايت عسما دغ في الاقتصاد نس بزاف غير في السياحه كل شيء دونك ماشي داري التضاس المغربي يدار القضيه السياحه قادور شي المشكل هي الاقتصاد مع الفرق الامنيه الجديده اللي ولات ديال الحضار ولات مزيانه كنمشيو في الامان كنخرجوا وليدات العائله بالليل بالنهار مي كنمشيو مرتاحين دغ المجموعات الحضار انا راه ديالي انت المناطق الجنوبيه الشرقيه ام ورتزات الرشيديات غير زاكوره لحقاش ينتي مزار يتيسن السياحة الجبلية الصحراوية نريد باش أتحسن من النظر غادي تدون يتبرى أتحسن الأمن أكثر رغم أن الحمد لله المغرب رونا وديو المشكل نتشي نسن بينا مال المغرب ديس الامن ماشي غير نتشي نسن بينا مال المغرب ديس الامن ماشي قاع الصعيد الدولي الصعيد الوطني ماشي نخص المجموعه يون حضار التيلي ماشي غير ديال المدن مقرن بحال الرباط مراكش اكادير نخص ولا ديال المدن مزيان ديس المجموعه يون حضار المدن السياحيه بحال السعيديه بحال اتصن المدن نخصها ديس المجموعه يون حضار احنا شفنا هنا في المدينه الكبار ان واحد الامن الجديد سميتو حادر شفنا انه عنده قرارات صارمه وتدخلات صارمه هذا الشيء اللي كنشوفوه شفناه في المدينه الكبار بغينا نشوفوه في المدينه الصغار بحال مدينه بركان المدينه الصغرى كاع لانه مع غادي تحل ولايه الامن الجديده في بركان بغينا نشوفوه في حال الامن بحال هذا اللي يكون ان شاء الله يعز الامن في مدينه بركان بالشغب وهذا الامن حنا مدينه بركان المدن الصغرى كنحسوا بان الامن كيجينا حنايا بحال نقولوا روطار كيشمل المدن الكبرى عاد كيشمل المدن الصغرى حنا كان شي امن كبير خصو يتعزز على المغرب كامل عامه ان شاء الله. انا من نتفور سي علي كبيري مغربين يمون راه نسن ماسي لا الماند لهنا ولكن يخص الماند هذه تمحضو يعني ما يتعلو كيمتا يعني ضرايا ظن مي لازمات تواكين كيديس البرنامج الحاضر هكا نوض غلا من لهنا جاج المغرب لا من لهنا المغرب خصها يمشي لنا الثاني خدايا من المغربين هذه السن يعني والدور ناتو تمازير تنسان يسن القيمه للامن لا نسنت الحمد لله لن تشير بعد المصالح الامن ان اورداغان مران نجي نكوني ذات كرفاز مران نجي نكوني على خير وعلى خير مصالح الامن كلوت المسائل الامن يمشي لنا التنيخ خصا المغربين والتنين شا غا الشغل اللي دارايتيا غا الشغل البوليسيتيا غا الشغل اللي مخزنين هاتيا غا الشغل اللي جدارمين هاتيا هات الشغل كل هاتيا نكوني هات الهم من خاينا هات يا السفين تاجن لا كل ها تمشي جراشه وراه خي تعجب الحال كل بطبيعه الحال يخصنا نحافظ غير في الامور النخ يخصنا نحافظ غير في الامن تمازيرت النخ القيمه للامن هي سكواس نتخيم كوره ها توريلي شحال حشت ناي غير لا القيمه يعني اكثر من الامن مشي لا الامن هاتي لا كل شيء مشي لا الامن لا التنميه مشي لا الامن الا الاستثمار مشي لا الامن يعني ادى التطرف ابريد الناس يسوري لله من هاتوري اللي والو بطبيعه الحال الامن يخص المواطن المغربي هذه سين نود يد انت معني كذلك بالامن مشي لنا يبداو بوليسينا ضيحتو دو جدارمي ضيحتو دو مخزني ضيحتو او المواطن غير سيد انت الدور هذا يحضر يخفنس نعم. تخيل هي التاريخ المغرب نعم. التاريخ المغربي يلدان المغرب الحمد لله زمان اسريات الدنيا زاد دوشان العسكر داك الجمن تاع قبيلته واي فلاني تقبيلتنا دا سنت كالامن نعم. شنتي تقبيلتي يا ضنين نعم اللي جلدان المغرب زمان دا تفغن سيفاس دونا دك المولاي علي الشريف راس الني علوين دا تنطامزن
اي تعياش رزمنا ساي تعياش مزنتنا يصغروا الشد اصلا رزمنا يصغروا الشنا مزنتنا اي تمييل رزمنا ساي تمييل مزنتني زيان رزمنا ساي زيان مزنتي زي شنو هي تمرغات شنو هي تعطى ارض النوض بعد سري الدنيا يعني ثقافه فنيه غير مغربيه نفس الشيء نعم ويدي يعني ايه اتي هي الثقافه تقليد المغرب نعم هات المساله الامن ديال الاستقرار ديال هنا نعم. وريش غاسل الهم اللي دار غاسل الهم المخزن نعم. اي الناس تورخي مواطنين مغربيين اي تمادي ستنا بطبيعه الحال هاد ورس نتيلي القناعات نعم. من بعد ايا الامور الدين الحمد لله ولا ما يدير يعني كون يستطرف نعم. كون غرخ امير المؤمنين الحمد لله غرخ يعني المجالس العلميه غرخ يعني الاسلام 14 القرنيه يعني الكنز اللي انا قال المغرب خصها دغيا نحافظ كل دغيا نحافظ بطبيعه الحال استاذ حذاف يعني يستعلو بس المقاربه الامنيه غاس انت تقدر نتيا فوكيت مخرست نغواخت نغد الارهاب لا وريليش نحد ليتيني خاصيش المقاربه غيتي غيلينيش خمثلاين خيش المشكله وتجين خاتي غير خاصيش المقاربه المقاربه الامنيه وتجين خاتك دات وشيش النتيجه دات وشيش النتيجه مرحليا ولكن في المدى المتوسط عند البعيد شورتا كان نتائج لان خصها لمقاربه تنمويه تعليميه اعلاميه يعني متعدده ولكن كيلاتينيخ بلي ان المغرب يعني المنطقه شمال افريقيا يعني تمازيرت غير مي لا يجي البعد النظر استراتيجي سك خير الله الوقتايا ده مش العلامات المغرب يبدا تكوين الائمه الشان الديني بمعنى ان يخص التوعيه للناس بالسلام ذي المعرفه الدينيه المغرب يبدا كيج المخطط استراتيجي اي ثي ميزار يمدو كان المغرب تكوين الائمه نبدا اذ مالي يجي العدد من الدول واحد العدد ديال الدول الافريقيه العمق الاستراتيجي للمغرب يعني لان تكوين الائمه يشكل الاليه لمحاربه التطرف والفهم السيء للدين الدستور 2011 شوخا انتبه بلي ان ثلاثة الاليه انت سوشي تجي البعد استراتيجي يتمازيت النخ المجلس الاعلى للامن خاص تنزيل سيسون ويلي المجلس الاعلى للامن انت غير الخطط يعني مبدئيا برنامج حضار يخص هذه لي دات سك الادمغه غايلين المجلس الاعلى للامن خاص كي لانتيني بلي ان هاك المجلس الاعلى اما دادين ديك الاكاديميين اما دادين جن الجسر هذه اذا معاون اذا الدراسات العلميه الجريمه المنظمات الاجراميه الا المشكل دعم الحلول التشريعيه وسيلا وزير العدل يقدم مشروع لجريم الالتحاق ببؤر توتر الا غير نخرج الفارغ ماشي الفارغ 100% المسطره الجنائيه الا ديك سيجل الحل ولكن وساك حمن ننقل الباب كحماوني ايران هذه يدو دادي سين خم دياغول دادي يدو الحبس مباشره الا القانون لا تنتظر صدق اللجنه العدل تمام لان غير وساك البرلمان لا تقرام التكوين اعاده النظر محتوى تكوين رجال الامن زياده الاعداد نسنك حماوي تيري رجال الارهاق اعاده النظر المخططات الاستراتيجيه الامنيه المعدات من رجال الامن اجمالا يخص المغرب انت لا يحزم ليسين ما كان تحديات الا نغيرس نكني شور نختار اتجار النخ شور نختار ميدا غنزدخ ولكن هذاك واش ربي اذا المغربي الا كيش المنطقه شور تغودا لا جنوبا لا شرقا يخص يعني انشمر خفوز الماضي خفوز نسين ما ينتقن عام استاذ عبد السلام بلاجي يعني المقاربه الدينيه ما تود ريداد غير سيدي انت علاقاش نسن مساء كل الارهاب ليس والسيس من الدين الاسلامي يعني ما كان غني نوض غير ان سوضي عرم النغ مسهة الدين والماسي لق المغرب هي الدين نوم سماح دوم صواد دوم عشاء الحمد لله نكني الحمد لله الدين 14 قرنايا الحمد لله ورزون سلا اذا ارهابي لا غتمازيرتنا الارهاب غير هذه جايا ظاهره دوليه سود ان الاخ حداف الا ين تقرير البوليس اوروبا اسكاس 2007 ان 438 عملية إرهابية في أوروبا كلت تقى اليمين الديني المتطرف اليهودي والمسيحي والمنظمات إجرامية سين أقسني لان سكرتني مسلما أوروبا إذا الحمد لله كني لدرني غير الفخر
لان الحمد لله الثقافه المغربيه. ولكن يسولني هي المجهود استاذ بلاجي، لابد المجهود 1300 وعريمه مغربيه زدون غير داعش، يعني هذا العدد اللي مقر. لا 1300 تقوت، نعم، ولكن 1300 ندير 40 مليون من المغرب. نعم. 1300 نقر 40 مليون دي مغربيين يدرش اوروبا. ولكن اغتصرت تيميزار يضنين هن الالاف عشرات الالاف، ولكن الحمد لله لابد الخطاب يليغ وتزومت الوسط. اشكو ارتينين سلحيد والنوري قني من سيقنتي دي منس، اذا لم تغلق فمك اغلقك فمه. ولذلك الخطاب نفسه الخطاب يخصى اي لغتو الزبط، حتى الخطاب مثلا ان العلماء السياسيين يغيوش كيان السياسيين غدي العالم مرتيني مثلا لا دار الارهاب لا دار داعش، هاتي ريت شجع مدنا الدوس. اذا يخصى الحمد لله الخطاب الديني الحمد لله يومز اغارس يخصى يستمر كيس الخطاب الديني، الخطاب السياسي كذلك يخصى التعليم النغ، التعليم النغ يخصى يعني تروانغ تيغرينسن اداسن اقيسن غرس مبادئ التسامح، مبادئ التعاون، مبادئ كذلك غل ان ان يخصى ان سن زودي غل ان سي علي الامن وريقي ين الشان نوع سكرين غد الدراكين غد هاتي يقاس الشأن لكل مغربي يخص يسامو لكل مغربي كلا الثقافه نغنكني دائما تيويزي. نعم يخص لا يخص تيلي تيويزي هو ذا غايين تنامورت، يعني هو ذا غايين المواطن اللي يصحن المغرب. كذلك ادماج جميع الفئات. نعم اشكو كان تروان. نعم يخصى تنور نج الى المتطرفين، يعني يخصى ليت كما انت ديك التربيه نغدا تربي انجاز وخا قيس نور نفرط اش كنت الوان غير. نعم قيس نفرط يولي سي محمد السوسي. يعني شكرا فاطمه كاين ارتنيغ بانه يسلك الفائده النقاش موا هو انه هذا غرار ان نفهم المساله مزيان ماشي نبقى نقيم غير تاد غزائد تاد وساويتها. السبب الارهاب هو كي هات غيسل مثلا تدخل المشاكل المساله يعني يظهرني مهنا فهم النقاش دخلت انه هي معقده ماشي 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 الدين وريقي سبب هي الظاهره ماشي السياسه وريقي سبب ماشي تمايزات بين يعني او الفروق يعني تميزار يتمازير تتشعر بانه تميز مورنز التنميه يتمازير تومز كل شيء الاسباب دكودينت جمعنت داخدي كينت الظواهر التطرف وكان يمزن التطرف اللون الديني خطير مقدس لانه ورتغيتي هذا سواء الكاسيس من الدين لو مارين دياتني داتني تهدد نغيكا سياسي ان التطرف نغيكا اجرامي. اذا يعني تعتقد غنكين بانه الاجراءات الامنيه وجينت يعني انه الاستاذ معنا مشكورا وجين كنت دائما نهائيه دات كانت الحلول تختزلت المشكل ولاني راه الاساس المشاكل هو التربيه هو ايضا كما قلنا التبنو يا الثقافه مازير النغ مثلا الهويه مثلا الهويه النغ ما ينكا ما نكني هاتي اللي بزاف دستوري كا واحد مجموعه من الافكار وإنها تخدم تخدم انت خصها تبنى الهويه انه كني ماشي في الوحده الانسجام الوسط كذا هو التركيب ان كني واد غدواد واد واد تجمعنا راه كينيه القوه ماشي هاد نكوني لاباس هاد تاريخنا اللي كذا هاد التاريخ الا غورنا يعني تاريخنا يا امدنا كويكا نكوني امدنا تاريخيا يعني الا غورنا يعني الايجابيات لا تغور السلبيات نرى نخدم غير الايجابيات فقط. نعم شكرا انا ود غير يعني لا من لهنا ما زرت النغدا يتهمى كل النغي مغربيين انا ود غير تيري وهيرونا على سني مرخشيان استاذ محمد السوسيان سلماد قال المركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين ثانيه المكناس ثاني مرت نكوما ثاني مرت مقوري الاستاذ عبد السلام بلاجي ايان سلماد الدراسات الاسلاميه العلوم السياسيه ثاني مرت نكائي مقور شيان السي بلاجي
تنميرتي رجال الامن. تنميرت استاذ محمد احدف ايان اسلمادان علوم الاجرام. تنميرت اسي علي كبيري ايان تينيكان ايا الوالده الحال ايان ابرلماني خفا حزب الحركه الشعبيه. تنميرتي كل مغربين. تنميرتي كل ويسيوغان اخ في الحضان لمن النمازيرت نغ لزق الامن الوطني لزق الدركه يلدان لزق القوات المسلحه الملكيه. تنميرتي وسينايا يلدان نسنة مازيخت الناس يسرغي صرحبن دينا بدات النسا غي سجيد نقول اكان سزريا يرواد ازقد سنتوت وسينا يلدا نسنا تمازيق تنمير تنون ويسا غي تفور لازق جاج المغرب ولا زق برنس يرا غيون اي راو يظن زق البرنامج نون افري من تلموت نسا تقل ما نربي ادلح نسا جي ربي